بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم سعيد بترأس أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا إلى جانب نظيري وصديقي معالي رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، الشيء اللي كيترجم العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية الثنائية التي يرعاها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس. الاجتماع هو مناسبة أيضا للتعبير عن ارتياحنا الكبير للدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات الثنائية وانخراط القوي للمملكة الإسبانية والإرادة المشتركة للبلدين من أجل الدفع قدما بالعلاقات بين مدريد والرباط إلى أبعد الحدود. هذا ما يظهر بشكل واضح على مستوى أهمية والحجم ديال الوفد الرسمي الكبير الذي يرفق السيد رئيس الحكومة الإسبانية وكذا عدد الفاعلين الاقتصاديين الإسبان ورجال ونساء الإعلام المشاركين يعني في هذا الدور. اختيار شعار شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل لهذه الدورة يجسد رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف دائم مبني على الثقة والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد نعبر عن ارتياحنا لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى كما عبر عنه السيد رئيس الحكومة لجلالة الملك والمساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية المقدمة من طرف المغرب سنة 2007 واعتبارها الأساس الأكثر جدية والأكثر واقعية ذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل. وبإلقاء نظرة على عدد ونوعية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المدرجة في هذا الاجتماع يتبين لنا حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية. فاليوم كتجاوز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي مما كيفتح آفاق لمشاريع مستقبلية ستعود بالمنفعة على البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية. اسمحوا لي فخامة السيد رئيس الحكومة أن أعبر لكم عن سعادتنا بحضوركم معنا ونتمن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها معكم جلالة الملك نصره الله، وهو الأمر الذي يفتح آفاق كبيرة للعلاقات بين المملكتين ويدفع في اتجاه تنوع استراتيجي جديد ستظهر ثماره في الشهور القادمة للمضي بالعلاقات إلى الأمام ما فيه الخير للبلدين. ويمكن أن أقول أن العلاقات الثنائية لم تصل أبداً إلى هذا المستوى من التعاون ومن التنسيق، ونحن اليوم في الاجتماع والبارحة في الاجتماع صاحب الجلالة كان يتابع يعني كل يعني العمليات اللي كاينه وكي يساند هذه الاتفاقات اللي كاينين ويساند هذه العلاقات، وكيطلب منا باش نوجدوا ان شاء الله برامج اللي تكون واقعيه ننزلوها للميدان ان شاء الله، ولنا هذه المهمه كاسبانيا وكمغرب ان شاء الله في المستقبل. وشكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.